وجيس من قناة الجزائر الدولية، مرحبا بكم. قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال تصريح صحفي مشترك مع نظيرته الهندية دروبادي مورمو أن هذه الزيارة تعد الأولى من نوعها التي تستقبل فيها الجزائر رئيسا للهند، مؤكداً أن الطرفين اتفقا على الدفع بمجالات الاستثمار والتبادلات التجارية بين البلدين. كما أكد الرئيس تبون على أنه سيجري التركيز على التحضير للدورة المقبلة للجنة المشتركة للتعاون والتشاور السياسي، وكذلك لقاء رجال الأعمال فيما يخدم جهود دعم العلاقات الثنائية. رئيسة الهند دروبادي مورمو من جانبها قالت إنه يوم تاريخي في العلاقات الثنائية بين البلدين بالتزامن مع الزيارة الأولى إلى الجزائر، والتي تأتي مع العهدة الجديدة للرئيس عبد المجيد تبون، مؤكدة دعم بلادها الجزائر والالتزام بالدفع بالعلاقات إلى أعلى مستوى. وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب قال إن الجزائر تتمتع بميزات هامة تؤهلها لأن تصبح رائداً إقليمياً رئيسياً في مجال تطوير الهيدروجين، لا سيما بفضل إمكاناتها في مجال الطاقة الشمسية وشبكة نقل الكهرباء والغاز الواسعة ووحدات تحلية المياه، بالإضافة إلى توفرها على الأتربة والمعادن النادرة. الوزير عرقاب خلال كلمته بمناسبة افتتاح معرض ومؤتمر شمال إفريقيا والبحر المتوسط للطاقة والهيدروجين ناباك 2024 اليوم الاثنين، أكد أن تطوير الهيدروجين يعد واحداً من الأهداف الأولوية للحكومة. وقعت اليوم الأحد كل من سوناطراك وسونالغاز الجزائريتين وفي إن جي الألمانية وسينام وسيكوريدور الإيطاليتين وفيربوند فري الهيدروجين النمساوية على مذكرة تفاهم تتعلق بالإنجاز المشترك للدراسات الضرورية على امتداد سلسلة القيمة للهيدروجين، وذلك من أجل تقييم جدوى ومردودية مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر بغية تزويد السوق الأوروبية عبر محور ساوت 2 كوريدور. وقعت كل من شركة سوناطراك الجزائرية وشركة الإسبانية سيبسا اليوم الأحد مذكرة تفاهم لإنجاز دراسة جدوى مشتركة لتطوير مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في الجزائر لتزويد السوق الأوروبية بشكل رئيسي. بيان سوناطراك أوضح أن مذكرة التفاهم تنص على تنفيذ مشروع الهيدروجين الأخضر على مرحلتين، تخصص الأولى لإجراء دراسة لتقييم جدوى وفرص ومردودية المشروع، أما المرحلة الثانية فتخصص لتطوير المشروع. نهاية وجيز، إلى اللقاء.